السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش اخباركم؟ اش حوالكم؟ اموركم هانيه؟ نسول على الميمه، كي دايرين ميماتكم؟ لاباس عليكم؟ كتهضروا معاهم؟ كتسولوا فيهم؟ صحتهم مزيانه؟ الواليد حتى هو اخوتكم احبابكم في المغرب كتسولوا فيهم؟ كنتمنى كلهم يكونوا بخير وعلى خير وتسمعوا عليهم اخبار طيبه، ولاقينا ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ونمشي ونشوفهم ان شاء الله كلنا على خير يا ربي. ايوا اش نقول لكم؟ اش نقول لكم؟ شحال كتفرحوني بالكلام ديالكم والتعاليق ديالكم وبالهضره الحلوه ديالكم. سبحان الله سبحان الله، انما الطيب طيبات وللطيبات صراحه الله. صراحه يعني والله سبحانه وتعالى يقول انما الطيبون للطيبات، ولكن قلت انا كنقول انما الطيبات للطيبات حقاش. سبحان الله كلكم اخوات، يعني كتشرفت بالمعرفه ديالكم. وبالنسبه للاخوات تقولوا لي راه اللبسه ديالك زوينه ولا الفولغ ديالكم زوين ان شاء الله. قلت لكم غادي عجبتكم في لي كومونتير، غادي غادي ان شاء الله غير يحيد هاد لي بروبليم ثاني اللي كاينين دابا وهادشي الحجر الصحي، وغندير لكم ان شاء الله الدويره في البلاصه فين كنشري انا يعني هاد الزويفات هادو. المهم داكشي ديال المحجبات وداكشي كامل ان شاء الله. وبينو بينكم راه خارجه من الفوق وتحت راني في الدار، هادشي اللي كيسكتوا ما تقولها لحتى شي حد ولا شي قبل بعدا. مندوزو نهضروا على اسيستونت ماتيرنيل، وما تنساوش ليا داكشي كامل اللايك والاشتراك لاول مره كتشوف القناه، ودخلوا لي الاسئله ديالكم والتعاليق ديالكم في لي كومونتير راني كنجاوب عليها كامله. وما تنساوش انكم اللي بغى شي اسئله خاصه ولا بغى يشوف الانستغرام ديالي مره كنحط فيه، يعني وليت كنحط فيها كدي ستوري، كنحط فيه دي فوتو، ولا بغى شي اسئله خاصه يدخل عندي الانستغرام. دائما كنخلي لكم في اول تعليق اللي تكون مثبت في المكان ديال التعاليق. وقبل ما نبدا لا فيديو ديالي بغيت واحد التوضيح يعني بسيط بالنسبه اللي كاين شي اخوات الله يهديهم انهم في كيمشيو لي كومونتير. صراحه نكون مثلا جاوبت شي اخت وصافي مسكينه قلت لها شنو دير، وكتمشي مسكينه باش كتقولي صافي اختي انا غندير هادشي اللي قلتي ليا. وحتى كدي شي اخت اللي شافت غير العنوان وما دخلاش تفرجت في لا فيديو كامل، وكتمشي تكتب لها كومونتير، ويقدر في هاد الوقيته السيده يعني تا خدات واحد الفكره قدر تزعزع على هذيك الفكره ديالها. وبعض المرات كيكونوا يعني يقولوا كان كنت صح ليا شي حاجه اللي هي انا فعلا غلطه فيها وتكون هي على صواب، انا افتخر واعتز بهذا التصحيح. ولكن بعض المرات كيكونوا شي مسائل اللي هي مغلوطه. والاخر مره كنقول بان اي سيده ما عمرها ما خدمات جات لهنا لفرنسا، ما عمرها ما خدمات ولا كان ديجا وخدامه وجلسات كتشد شوماج، ولا مثلا كانت خدامه وكتشد وكانت كتشد شوماج وتسالي لها الشوماج وما بقاش عاودت رجعت خدمات، انها ممكن تدخل دير هاد الفورماسيون اللي درتها اللي كنديرها شحال هادي واللي كندير فيها دابا انا، ما عليها الا فقط تسجل في بون امبلوا وتمشي يعني تاخذ رونديفو مع الكونساي ديالها ولا مع الكونسايير ديالها، وتقول لهم انني بغيت ندير فورماسيون تعلم اللغه، ولا مثلا ندير شي فورماسيون ديال شي ميتي وتسجلي في لا ليست داتونت. وهما ملي غتكون باديه شي فورماسيون غادي يعيطوا لك، غادي يعيطوا لك. وكوني اكيده الا قالوا لك التوقيت عندك لا سيمين كامله كتقراي لا سيمين كامله من الاثنين حتى للجمعه، وكتقراي 8 تسويع في كل نهار، 8 تسويع في كل نهار، كوني اكيده انك غتكوني كتخلصي. الا كنتي كتقراي غير جوج مرات في السيمانه يعني ما غاديش كتكوني كتخلصي. والخلاص كما قلت لكم راه كيختلف على حسب السيده اللي عندها يعني من وليد وحتى للوليدات وما عمرها ما خدمات كتاخذ 400 و 1 اورو. سيده اللي عندها اكثر من 3 ديال الوليدات، اكثر عندها 3 الوليدات او اكثر، واخا تكون ما عمرها ما خدمات كتاخذ 659 الاورو، 659 الاورو. والسيده يعني سيده مثلا اللي كانت يعني مثلا بحالي انا، مثلا نقول مثلا انا عندي جوج ديال الوليدات وما عمري ما خدمت ديجا 6 موا وعندي غير جوج ديال الوليدات، انا كناخذ 650 الاورو، خاصني غير نكون ديجا خدمت 6 موا، نكون ديجا خدامه 6 موا. والمهم هادشي اللي كنت باغا نقول لكم، ان راه كاينه هاد الفورماسيون بالنسبه للناس اللي كيسولوا على فورماسيون ا ديستونس، راه كاينه ا ديستونس. خاصكم دابا راه مع هاد الكوفيد راه ولاو بزاف كيديروا دي فورماسيون ا ديستونس، راه اكثر من لي فورماسيون اللي تيكونوا بريزونسييل، باش هكا على قبل هادشي لي بروبليم سانيتير، على قبل هكا الفيروس كيوم من الاحسن لهم انك تقراي في الدار وتخلي الكوفيد عندك في الدار، ولا تمشي ويتجمعوا الناس يعاديو بعضياتهم. راه اللي بغيتو تمشيو هكذا عند
بروبر قول لهم رانايا بغيت نقرا ا ديسطونس، هما يقلبوا عليكم على شي فورماسيون تكون ا ديسطونس. اللي بغات بريزونسييل قول لهم راني بغيت بريزونسييل، وهما غادي يصيفطوكم باش ديروا فورماسيون بريزونسييل. وكنتمنى ان جميع الاخوات يسمعوا هذا الكلام ديالي، وانا راه ماشي كنقولوا غير من فراغ، كنقولوا عن تجربه. بالنسبه للسيدات اللي كيشدوا الشوماج انهم راه ما تيتخلصوش على لي فورماسيون، راه كيبقى غير الشوماج ديالك هو اللي تتخلصيه. هادو بالنسبه للناس اللي كيشدوا الشوماج، اللي باقي كيشدوا فلوس تاع الشوماج. اما البنات اللي كانوا شحال هادي شادين الشوماج والشوماج تحبس عليهم، راه حتى ما كتخلصوا بحالكم بحال السيدات الاخرين. كنحاول ندير في الهضره باش ندوزو في صلب الموضوع. بالنسبه للاسيستونت ماتيرنيل، اسيستونت ماتيرنيل كاين شحال من سيده كتسمعها، كاين بزاف السيدات عارفين شنو هو الاسيستونت ماتيرنيل، ولكن كاينين بعض السيدات اللي ما عارفينش شنو اسيستونت ماتيرنيل، كيسمعوها تيقولوا راه مطلوبه، راه كاين الخدمه، راه تقدري تخدمي من دارك وداكشي. اسيستونت ماتيرنيل هي انك كتدوزي واحد الفورماسيون باش تولي كتستقبلي في الدار ديالك، كتولي كتقابلي الوليدات ديال الناس، الناس اللي تيمشيو تيخدموا تيخليو لك وليدات ديالهم. تقولي ليا شحال في عمر هاد الوليدات هادو، غادي نقول لك من تقريبا من 3 شهور، من 3 شهور حتى 3 سنوات، 3 شهور حتى 3 سنين. يعني هذا هو لاج اللي كتستقبلي الوليدات اللي كيكون من هاد لاج هذا، ما بين 3 شهور وما بين 3 سنين كتستقبليهم في الدار ديالك. غتقولي ليا شحال ديال هاد الوليدات اللي تقدر كاع مثلا نستقبلهم انا في الدار عندي، غادي نقول لك عندك تقريبا من 4 الوليدات حتى 6 ديال الوليدات اللي تقدري تستقبلي في دارك، وانك تقابليهم توت لا جورني على قبل على حسب لي بوزوان ديال لا مامون اللي غادي تحط عندك وليد ديالها. بالنسبه مثلا لي طاش اللي غادي ديري ليهم هذوك الوليدات، راه بطبيعه الحال غادي مثلا وليدات صغار تبدلي ليهم لاكوش، مثلا غادي خاصك يعني اللي باغي يرضع خاصك ترضعي، اللي كياكل غتعطيه الماكله ديالو، غادي تهتمي بالنظافه ديال النظافه العامه ديالهم بطبيعه الحال، خاصك تلعبي معاهم، خاصك مثلا الا كان الوقت ديال النعاس ديالو تحطيه ينعس الى هذا الى الوليدات. عاوتاني اللي في لاج ديال اللعب خاصك انت تلعبي معاهم، كديري لهم لي زاكتيفيتي بحال باتا مودلي باتا سيل، تلعبي معاهم كديري معاهم تعطيهم يديروا لا بانتور، يعني كلشي خاص يكون عندك هذوك لي فاتر، يكون عندك لي فاي، يكون كلشي. انا المهم غتكون عندك واحد بيتيت كريش في الدار ديالك، وخاصك تكوني موجوده واحد لو بيتي كوان اللي يكون يعني خالي من جميع الاخطار، غير شي كانابي هكا اللي فيه شي عود شي طبله شي حاجه اللي غيطيحوا عليها، وغتكون غتكون خطيره بالنسبه لهذوك الوليدات، على هذوك الوليدات وعلى السلامه ديالهم. خاصك كلشي تحيدي، يعني يكون هذيك لا شومب خاويه، والدار عندك تكون سيكوريزي بالنسبه لي بالكون، بالنسبه لكلشي. يعني خاص يكون عندك دي كونديسيون في لا ميزون ديالك باش تبداي ديري هاد الميتي هادي. بالنسبه للسيدات اللي باغيين يقابلوا وليداتهم او ميم طون يديروا هاد الخدمه هادي، هي خدمه مزيانه، ولكن مثلا الا غتقابلي 4 تاع الوليدات وغادي يبقاو لك من في الدار نهار كامل، كيفاش غتهزيهم كاملين ولا 4 ولا 5 وتهزيهم كامل تجدي وليداتك المدرسه وتجيبيهم معاك؟ يعني انا كنظن جميع الحالات مشكله خاصك تحطي وليداتك في لا كونتين باش تقدري تقابلي هاد 4 الوليدات وخمسه ديال الوليدات. المحاسبه لو سالير اللي حنا كلنا كنبغيو نسولو عليه ونشوف شحال غنبداو شحال غادي نتخلصوا. المهم لو سالير المهم مزيان، يعني تقريبا تنقولهم كيبدا من 1450 الاورو، يقدر يوصل حتى ل 1700 الاورو، يعني بالنسبه للسيدات اللي كيستقبلوا وليداتهم في الدار. تقريبا يعني بالنسبه للولد الواحد اللي غتستقبلي انت في الدار ديالك كيتوصل 21 اورو كل بالنسبه لكل 8 ديال السوايع، يعني 21 اورو ماشي للساعه، ل 8 السوايع لكل طفل. يعني مثلا انت غتستقبلي 4 ديال الوليدات، يعني 21 اورو الاول والثاني والثالث والرابع، يعني 21 و21 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 اللي كتحسب لك في النهار، يعني كل واحد 8 سوايع، ولا كان عندك 6 الله يزيدو ويبارك. وحاجه مهمه خاصكم تعرفوها، يعني راه هاد الخدمه هادي اللي كتستقبل فيها الوليدات راه ممكن كتكون في الصباح وكتكون حتى في الليل، راه ممكن حتى الوليدات ديالك يبقاو لك معاك حتى في الليل. بالنسبه لي مامو اللي يعني الخدمه ديالهم كضطر انها تبقى مثلا بالنسبه مثلا الا كانت شي انفيرميير ولا مثلا كانت شي طبيبه ولا يعني ومحتاجه انك تبقى يشد لها ولدها حتى تخرج من الخدمه ديالها في العشرة الليل ولا هذا، راكي كتخدمي اما بالنهار ولا بالليل، ولا يقدر
يعني انت حاغه في لي مامون ممكن انت تختاري مثلا ما باغاش لي تختاري غير لي مامون اللي باغين لا غارد غير ديال لا جورني ماشي ديال الليل. المهم بغيت نقول عليكم باش نتوما تردوا البال قبل ما تمشيو تدفعوا باش تخدموا باش تقراو على هاد اسيستانت ماتيرنيل. دابا تقولي ليا هادشي اللي قلتي كله زوين وكيفاش دابا غنولي انايا اسيستانت ماتيرنيل؟ شنو خصني ندير باش نولي انا اسيستانت ماتيرنيل؟ اللي بغيت نقول لك انك راه ما كتحتاجيش انك يكون عندك ديبلوم، غديري غير فورماسيون باش تولي تخدمي هاد الخدمه هادي. خاص يكون عندك فقط اكسبيريونس خاصه ديالك، يعني مثلا تكون ديجا انتيا عند ام وجربتي الامومه وانك مجربه ديجا انك قابلتي وليداتك. بالنسبه وخاص يكون عندك عاوتاني داك اللوجمون يكون كما قلت لكم انا يكون يعني كتوفر فيه جميع الشروط سلامه بالنسبه لهاد الاطفال هادو. كيف لا يعني ملي كيكون كيتوفر فيك هاد الشروط كما قلت لكم صافي خاصكم تقدروا ديروها انت فوالا vous pouvez alors demander votre agrément officiel et suivre une formation l'agrément délivré par le président du conseil général valable 5 ans renouvelable. بالنسبه للمده ديال هاد الفورماسيون يعني هي كحد اقصى 120 ساعه كحد اقصى. وبالنسبه للسيدات اللي عندهم اللي حاملين دبلوم ديال سي ا بي اللي عندهم هاد لو سي ا بي دبلوم سي ا بي كيتعفاو من 80 ساعه، كيتعفاو من 80 ساعه وكتبقى فقط غير 40 ساعه اللي كيديروا فيها هاد التدريب. واش نقول لكم صافي يعني هذا هو بالنسبه لجميع المعلومات اللي كتخص هاد اسيستانت ماتيرنيل. صراحه زوينه باش تخدميها كف دارك زوينه وما كتحتاج ديبلوم وما كتقريش بزاف باش تولي اسيستانت ماتيرنيل. وديجا انا كنشكر الاخت اللي قالت لي اختي انا اسيستانت ماتيرنيل كنصحك بهذه المهنه، قالت لي زعما راه تخدم ترونكيل يعني في دارها وداكشي. صراحه انا عجبتني وهذا ولكن ما عرفتش بالنسبه للمده ديال الستاج بان كيفاش غتكوني كديري الستاج، واش غايقولوا لك الفولار ما يقولش الفولار. يعني صراحه انا ما كانش عندي تجربه خاصه. الا كان شي اخت ديجا يعني كتدير هذه المهنه هذه ولابسه الفولار ديالها وعندها شي اكسبيريونس كنتمنى انها تفيدنا في التعليق هكا انا كنستافد منكم وانتم كتستافدوا مني وتخلي لنا التعليق ديالها باش هكا كل اخوات كلهم تقراو هذوك التعاليق وهذا. وان شاء الله غدا ان شاء الله انا اليوم خصت اليوم على قبل يعني باش ندير لكم هذوك التوضيحات ونحط لكم هاد لا فيديو اللي كيطلبوا مني بزاف ديال الاسيستونت ماتيرنيل. وغدا ان شاء الله راه خاصه حلقه خاصه وخاصه فيديو خاص باش ندير لكم فيديو كيفاش تسجلوا من بولون بلوا، ولا كان باقي عندي الوقت غنوريكم كيفاش تصاوبوا السي في ديالكم. ايوا المهم هادشي اللي كاين عاد غادي نجاوبكم ان شاء الله. يعني علاش لحد الان باقي ما خدمتش، جيت لفرنسا وما خدمت، ان شاء الله غادي نجاوبكم غندير لكم ان شاء الله. راني شفت السونداج اليوم مع الصباح لقيت الاكثريه ديال لي دوموند على هذا السؤال هذا بان اللي بغاوني نجاوب عليه غادي نجاوب عليه. ولكن كل نهار كندير لكم فيديو ما كنتعطلش عليكم، غنبقى كل نهار نحط لكم فيديو كل نهار نجاوبكم على واحد السؤال غير شويه ديال الصبر. مابقى لي الا نودعكم ونقول لكم تهلاو في راسكم وصحه فطوركم وتنتلاقاو باذن الله في فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم.